ذلك الصير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا فاغفرها، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا إخواني في الله، أخونا الآن في مكان لائق به، والله عز وجل هو الذي جعلنا هذا المكان. من هنا البداية وليست النهاية. وأخونا كما لا يخفى عليكم كان رجلا مؤمنا، كان رجلا بشوشا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن كتابه. اللهم يمن كتابه، اللهم يمن كتابه، اللهم هون حسابه، اللهم هون حسابه، اللهم هون حسابه، اللهم لين ترابه، اللهم أعينه على جواب الملكين، اللهم أعينه على جواب الملكين، اللهم أعينه على جواب الملكين، يا ربي يا أرحم الراحمين، اللهم أكرم مثواه، اللهم أكرم مثواه، اللهم أكرم مثواه، اللهم اجعل الجنة مستقر ومأواه، اللهم اجعل الجنة مستقر ومأواه، اللهم اجعل الجنة مستقر ومأواه، يا ربي يا الله يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عطر قبره، اللهم عطر قبره، اللهم نور مضجعه، اللهم يا رب العالمين وسع له في هذا القبر، ومد له في قبره مد بصره، يا رب اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، اللهم أنس في وحدته، اللهم أنس في وحدته، اللهم أنس في وحدته، يا ربي يا الله يا ذا الجلال والإكرام. إنه كان رجلا مؤمنا، كان رجلا صالحا، كان كيوقف مع الدرويش الله يرحمه، وهذا هو اللي غادي يلقى أمامه الآن. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يا ربي اجعله من الذين قلت فيهم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. واجعله يا رب العالمين ممن قلت فيهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. اللهم يا رب العالمين بشره بالجنة، اللهم بشره بالجنة، اللهم بشره بالجنة يا رب العالمين. اللهم الحقنا به مسلمين، اللهم الحقنا به مسلمين، اللهم الحقنا به مسلمين يا رب العالمين. يا الله يا الله ارحم جميع اموات المسلمين، اللهم ارحم جميع اموات المسلمين، اللهم ارحم جميع اموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة. يا ربي انك انت القائل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني ربياني صغيرا. اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم والدينا يا ذا الجلال والإكرام، ارحمهم رحمة عامة شاملة كاملة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. والكلمة الآن إلى أستاذنا الفاضل إلى النقيب سي عبد الله، فليتفضل مشكورا. الله أكبر، الله الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الكلمة كلمة النقيب أستاذ طه الوافد، هو الذي كلفني بأن ألقي هذه الكلمة تقديرا منه للأقدمية، بحيث أعتبر أقدم نقيب لهيئة المحامين في الدار البيضاء الآن. كلفني تكريسا للأعراف والتقاليد، وأقول له بأنه تكليف صعب،
كلفني بما شئت، لكن المهمة صعبة، لأنني أعرف الفقير. سيدي عبد الضيف 20، لست أدري بماذا سأناديك، حيث تسقط الألقاب وتسقط النياشين وتبقى هكذا جنازة رجل. ناديك بزميلي العزيز وصديقي الكبير عبد الضيف بوعشرين، فقيدنا العزيز الآن تحضر معك هيئة المحامين بالدار البيضاء، جمعية عمومية ومجلس ونقيب، لأن النقيب الحاضر الممارس يجسد كل هذه المؤسسات. فهنيئا لك بهذه الجنازة الحاشدة، وإن كانت جنازة حزينة لكن لها دلالة، دلالتها هي شهادة أهل الفناء عليك في دار البقاء. فها أنت اليوم تحظى بجنازة رسمية، نقباء هيئة المحامين يتقدمون هذه الجنازة وهم يلبسون السواد، سواد المهنة من جهة وسواد الحزن من جهة أخرى. تستحق كل تقدير الهيئة القضائية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل والجمعيات المهنية القضائية كلها حاضرة، ويتقدمها المسؤول الأول لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. كل هذا دليل على المكانة التي تحتلها لدى المؤسسات المهنية والقضائية. أيضا زملاؤك وأصدقاؤك وذووك وأبناؤك وأحفادك كلهم يحضرون هذه الجنازة بقدرة قادر، دون أن يكون هناك فاصل زمني يسمح بكثير من الحضور. سيدي عبد الطيب، ما كنت أظن بأنني سأقف هذا الموقف. الكلمات عصية والدموع ساخنة والمرارة قوية وتستعصي علينا الكلمات، مهما كانت بلاغتنا فلن نستطيع أن نوفيك حقك مما يستحق الذكر. أيضا الكل يحضر معه هيئة المحامين بسطات التي لا تتخلف، إخواننا كذلك وإخوانك الصحفيون أيضا حاضرون معك هنا، وهبوا هبة رجل واحد لالتقاط هذه المراسيم. كل هذا وذاك دلالة قاطعة على المكانة التي تحتلها، مكانة مرموقة في مهنة المحاماة. نقيبنا الأستاذ موافق طاهر طلب مني أن أقول كلمة في الجانب المهني، لأن السيد النقيب الممارس يعلم جيدا مدى العلاقة التي تربطني به، ويمكن لنفسي أن أسمح لها بأن أكون شاهدا على جزء كبير من الزمان الذي قضاه عبد الطيف بوعشرين في مهنة المحاماة. تعرفت عليه منذ أن وضع رجله في مهنة المحاماة، تعرفت عليه وهو محامي متمرن إلى أن أصبح محاميا رسميا، وكان محبوبا لدى الجميع. هذا جانب إنساني،
لكن الجانب المهني عاشرته سنوات وسنوات طوال، كان مخلصا في عمله والله شاهد على ما أقول. لا يرد طلب النقيب أو دعوة النقيب، يستجيب لدعوة النقيب كيفما كانت هذه الدعوة، وكان مثالا للأعراف والتقاليد، رجل التوازنات، رجل يعمل على تجويد العلاقات بين الزملاء فيما بينهم، يرفض كل شنآن أو ما يمكن أن يشوب هذه العلاقة، فهو رجل التوازنات، رجل المهام الصعبة. وأنا أعي ما أقول، كنت أكلفه بالملفات الكبرى ويقوم بإنجازها ويحافظ على السر المهني الذي نعتبره في مهنة المحاماة مقوما من مقومات مهنة المحاماة وتمتاز به مهنة المحاماة إلى جانب بعض المهن الأخرى. فهنيئا لك، وإن كنا نحن لمحزونون على فراقك، نبكيك بدموع ساخنة وبدموع حرة، أحشاؤنا تتمزق من أجل فراقك، ولكنه قضاء الله لا مرد له. لذلك وكلنا سنكون مثلك وسنلحق بك إن آجلا أو عاجلا، وأتمنى لأقطاب مهنتنا الصحة الكاملة ومديدا من العمر. فدعوة الطيف نم قرير العين، لأن لك نقيب ونقباء سابقون، ولك مجلس، ولك جمعية عمومية يعاهدونك بأنهم سيعتنون بأولادك الذين هم أيضا أولادنا. نعدك وسنكون عند وعدنا. نعم، لم تمضي أيام كنت تحدثني في الهاتف وكأنك تودعني، حينما طرحت كنت طريحا في هاتف، قلت ما شاء الله ما شاء الله، ولكننا كان الأمل دائما في الله سبحانه وتعالى. لذلك إن هذه الجنازة الحاشدة في هذا الظرف، ظرف الوباء وظرف الحظر وظرف الممنوعات، لكن الكل انطلق وتدفق، انطلقت العواطف وتدفقت المشاعر، وجئنا لنودعك الوداع الأخير. وما أصعب هذه الكلمة، كلمة الوداع، ما أصعبها، ولكنه قضاء وقضاء. لذلك نم قليل العين، هادئ البال، مطمئن الحال، فهيئتك تفخر بك، فالنقيب أيضا راض عليك وعلى سيرتك، وهو الذي ألح علينا أن نرتدي البدلة، هذا عرف قديم، ولكن النقيب أحياها الآن، وارتداؤنا للبدلة لا يكون إلا في مقام معين، لا نرتدي البدلة في أي مكان، لكن نرتدي البدلة في الأماكن التي تستحق أن نرتدي بها البدلة، وها أنت تستحق أن نودعك ونحن مكسورون بالسواد. لذلك ما قاله الإمام الفاضل من دعوات، إننا نتمنى أن يستجيب الله تلك الدعوات. لذلك باسم عائلة الفقيه وباسم السيد النقيب الطاهر الموافق، نتمنى لك أن تكون أنيئا، وأن يكون الجواب سهلا عليك عند السؤال. فما أصعب هذه اللحظات التي لا تحضر فيها إلا الأعمال، إلا الفضائل، إلا الشمائل،
إلا السجايا التي يتوفر على الإنسان. لذلك هنيئا لك بهذه الشهادة وبهذا الصق صق الشهادة التي تدل على أنك لك علاقات طيبة وأن لك سمعة. فرأس مال الإنسان هي سمعته، فحافظوا على تلك السمعة، تلك السمعة التي هي رأس مال لا ينزل من شخص. لذلك باسم السيد الأخير أشكر كذلك كل الحاضرين الذين تكبدوا المشاق من هنا وهناك وتركوا أشغالهم واهتماماتهم وأتوا وهبوا ليحضروا هذا الحضور الرمزي، هذا الحضور الرفيع. لذلك السيد النقيب يشكر جزاء الشكر الكلمة والاهتمام. إلى اللقاء يا أستاذنا، إلى اللقاء، إلى اللقاء. اللهم ارحمه، الله يرحم الوليد ديالو والوالد ديالو، اللهم ارحمه، اللهم ارحمهما يا رب العالمين، وارحم جميع والدينا، اللهم ارحمهم رحمة عامة شاملة، ثني برحمة من سواك الكلمة الآن أستاذ العطواني. اللهم ارحم الفقيه، اللهم تغمده بواسع رحمتك، اللهم اجعل قبره مزارا للملائكة، اللهم يمن حسابه، يمن حسابه، اللهم يسر حسابه، اللهم قابله بعفوك، اللهم لا تقابله بعجلك، اللهم إن كان مقتلا فزد في إحسانه، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة.